السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في درس جديد على قناة مدام لمياء. هو الدرس ماشي جديد، وإنما نزولا عند طلب بعض الأخوات اللي كانوا شافوا النقطة ديال الماء كيفاش كنرسموها فوق الوردة أو لا فوق الورقة، وما كانش باين. يعني كان في الأول كنت كندير المونتاج بواحد البروغرام اللي كان تيخلي لي الإعلان ديال البروغرام فوق الفيديو، فكان التصوير ماشي واضح. ولذلك نزولا عند طلبكم غنعاود معكم النقطة الماء في درس خفيف ظريف. فهنا رسمت واحد البيطالات، رسمت واحد الوريقات، غنخدموهم مع بعضياتنا باش نشوفوا ان شاء الله كيفاش نقدروا نديروا فيهم النقطه ديال الماء. بالنسبه للورقه ديال الشجره غادي نخدموها عادي بنفس الطريقه اللي مولفين كنخدموا بها، يعني بالضوء والظل بجوج ديال الاجزاء. بحال اللي كنقولوا دائما، كنتراسيو النص من التحت ديال الورقه، كنجروه الفوق غادي نضرب الدوره. يعني هنا مشيت هكذا، غادي نضرب الدوره من هاد الجي وغنهبط من الفوق. هنا هبط، غادي نجر في هاد الاتجاه. شوفوا البنات، راه كنهبط وكندور، يعني كنمشي مع الدوره ديال الورقه. غادي ناخد اللون الاصفر، ثم غادي نجرو العند الخضر. راني جريتو البنات، ولكن حافظت على هذا الخط، هذا مقاد، يعني كيكون عندي الخط ديال الضو والظل واحد حدا الاخر مقادين. نفس داكشي اللي درناه من هذيك الجي غادي نديرو من هاد الجي. هذا غير كتذكير. وحنا حصلنا على ورقة ديال الشجر. دابا بغينا نديرو النقطة ديال الماء. فين غادي ندير النقطة ديال الماء؟ غنجي مثلا النقطة ديال الماء تنقول لكم انا راه ما كنديروهاش دائما بالكحل. خدمت بالغوص غنديرها بالغوص فونسي، درت خدمت بالخضر غنخدمها بالخضر فونسي، خدمت فوق الصفر غادي نديرها بواحد الصفر متاقد اولا واحد لورانج اللي قريب اللي بكلير، يعني واحد الدرجه فوق الدرجه ديال اللون اللي عندي، ماشي بعيد ولا نخدم بشي لون بعيد بزاف. بحال دابا انا عندي هنا الخضر فونسي، عندي هنا الصفر كلير، غادي نجي لهاد البليصه هذه اللي مخلط فيها الخضر فونسي مع الصفر كلير، يعني كيولي عندي واحد الخضر اللي هو درجته اقل من هنايا من هاد البلاصه اللي غالقه، وغادي نخدم بهاد الغالق، يعني هاد الغالق غلق من هاد البلايصه هادي من هاد الدرجه. شوفوا شنو غادي ندير، غنجي غندير دائره، ها هي، نتمنى تكون واضحه. بالنسبه للاتجاه فين غادي نجر كيحكم علينا الورقه كيفاش دايره، واش مايله واش هابطه واش بومبي، يعني غنشوف عيني ميزاني الورقه لش من اتجاه مايله، وهذاك الاتجاه اللي مايله ليه هو اللي غادي نجر ليه الظل ديال النقطه، يعني النقطه فين غتكون زالقه. بالنسبه لعندي انا هنا ورقه بلا ما زالقه حتى شي بلاصه، فغادي نديرها لتحت. شوفوا ها نجي لهذا الخط الفوقاني هنايا ديال هاد الدائره، وغنهبطو واحد شي شويه، غنجر هاد اللون واحد شي شويه، ما نوصلوش حتى الاخر وما نخرجوش على الدائره. نفس الشيء غادي نجي لهاد الخط هذا التحتاني، وحتى هو غادي نهبطو بحيث ما نديرلوش هكا، ما يجيش هكذا، غيجي في نفس، يعني هاد الخط هذا ديال الدائره هو نيت اللي غيبقى هابط، هاد الدائره هذا هو اللي نيت، ما غاديش نخرجو هكا، ما غاديش يميل. واخا تحسوا بيه راه ما كيبانش، راه كيبان. غادي ناخذ الابيض شوفوا معايا. دابا درنا الدائره، غنجي لهذا الجزء السفلي ديال الدائره هنا
من الداخل وغادي ندير واحد النص دائره هاي. غنمسح البانسو ديالي من داكشي اللي بيض زايد وغادي نجرو واحد شي شويه لداخل بحيث غيبقى يبان لي الخضر، ما غاديش تولي عندي هاد الدائره كلها بيضاء، غير واحد الغفله شي شويه. بحال كندير تمازج ديال الالوان ما بين الابيض والخضر. نتمنى يكون واضح. دابا غادي ناخذ البانسو ديالي وغنجي لفوق هنا وغادي ندير واحد النقطه اللي هي ديال الضو اللي ضارب. نتمنى انها تكون واضحه. غنعاودها معكم فوق لون واحد اخر. لنفرض اننا عندي هذه بيطال ديال شي ورقه ديال شي ورده عفوا اللي هي مخدومه مثلا بالغوص جدر، نتوما البنات اللي اول مره غادي يخدموا في الصباغه ولا يلاه بداو مبتدئات، غتاخذوا دوك الدوائر اللي كنتو خدمتو في الاول اللي كنت خدمت معكم ديال تمازج الالوان، هما اللي غتبقاو ديروا تطبقوا فوق منهم النقيطات. غنمسح البانسو ديالي وغادي نجر بالنسبه للمبتدئات. عفوا هذه راه ماشي تمازج، وانما هذا تمازج عن طريق الخطفه، هذا كتسمى الخطفه لان كنجر البانسو ديالي وكنخطف. فوالا احنا خدمنا واحد البيطال، غادي نجي باش نطبق فيها النقطه ديال الماء. غادي ناخد هاد الغوص ديالي النيت، ولكن ما غاديش نجي ندير النقطه في الجدر هنا اللي هو نفس اللون، غنطلع لواحد البليصه اللي داخل فيها واحد شويه البيض اللي هو ديغرادي ديال هاد الغوص، يعني لون افتح من هذا بواحد الدرجه ولا بدرجتين. دائره غنحاول نديرها كبيرة باش تبان لكم. رحمك الله. وغادي نهبط هاد الفوقاني لتحت. هذاك الخط النيت اللي درناه هو اللي كنبدا نهبط، ما نزيدش الصباغة، بالعكس الصباغة خاصها تكون قليلة. وهذا عاوتاني حتى هو غادي نجي نهبطو لتحت. غادي ناخذ البيض فين قلنا غندير في هاد الدائره من الداخل من هنا من التحت. ها هي غنمسح البانسو ديالي ما يبقاش ليا فيه صباغه كاع، وندير هاد البيض هذا نمشي واحد شي شويه ندخلو في اللون الغوز. شوفوا انا هنايا كيفاش كندخلو كيفاش كنمزجو مع الغوز باش ما يبقاش ليا بيض بزاف، والبيض ما نطلعوش حتى للفوق، يعني كيبقى ليا داك شويه هنايا غوز. ما تاكزوش البنات على الدمج وتقولوا صافي دغيا دغيا دمجت. نجي هنا غندير النقطه، نتمنى تكون واضحه. غادي نشرحها لكم بستيلو. ستيلو كان هنا، ها هو. غنشرحها لكم البنات بستيلو
كنجي نطبق الله اكبر الدائره. ها هي كنرسموا هاد الدائره باللون المغلوق اللي قلنا ديال الحاجه اللي غنخدموا عليها دائره. غنبدا نهبط هاد اللون هذا هكذا يعني في وسط الدائره. شو كيجيني هنا بحال كنهبطوا يعني نفس القياس نفس هاد القياس نفس هاد القياس، فكيجيني هنا بحال مايل شي شويه. عاوتاني هنا نفسو غنهبطوا هكا يعني ما نديرش ليه هكا، ما يمشيش ليا الظل هكذا، غيمشي مقاد مع هذا الخط هذا هكا. وغنجي هنا غادي ندير الابيض ونطلعو واحد شي شويه، غير واحد شي شويه يعني نخلي هنا اللون تيبان. ونجي لهاد البليزه الفوق هنا وغادير النقطه، وهكذا غادي نكون درت النقطه ديال الماء ديالي بحال اللي كتشوفوا. نتمنى ان هذا الدرس يكون واضح ويكون اوضح من الدرس الاول. اللي عجبو الفيديو ما ينساش يدير ليه بارطاج باش تعم الفائده. اللي كتزور القناه ديالي لاول مره مرحبا بك، ما تنساش ديري الاشتراك. اكيد الا عجبك الكونتوني ديال لاشين ديالي مرحبا بالجميع، سواء اللي كيديروا ابوني سواء اللي ما كيديروش، سواء اللي كيديروا لايك سواء اللي كيديروا ديسلايك سواء اللي ما كيديروا والو، كلكم مرحب بكم في لاشين ديالي، بابي مفتوح للجميع. فنتمنى ان الفيديو يكون قصير ويكون خفيف ظريف ويكون مفيد اون ميم طون. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.